عليكم ورحمة الله وبركاته. And here we are again finishing unit 3. هينا اليوم مع بعض ننهي الوحدة الثالثة. Luckily we are, يا لحظنا. And unluckily those who did nothing during the holiday. ويا لسوئي وسوءتي من ضيع الإجازة وهو يتمرطح على البحر. أتمرطحتم؟ كيفتوا في الإجازة خلاص؟ طيب تنشوف مين عرف يستثمر, invest his time or her time, تشوف مين عرف يعمل استثمار لوقته أو لوقتها. And who did not, ومين اللي ما عملش. And here there is no time to be regretting, ما فيش وقت تكون ندمان. خلص وقت الندم. Today we are surprising ourselves and rewarding ourselves. اليوم بنكافئ نفسنا بإنهاء الوحدة الثالثة. This is a good thing to be happy with. هذا أمر لازم نكون مبسوطين معه. Let's start our lesson, our short lesson. درسنا اليوم قصير جدا, very short. نبدأ بحل this exercise, هذا التمرين. تمرين يقول complete the sentences with the correct tense or verb in practice. أكمل الجمل باستخدام الزمن الصحيح الموجود حسب الأفعال الموجودة بين الأقواس, practice الأقواس, سواء past simple, past continuous or past perfect. الإجابة في السؤال الأول, while we were talking, she mentioned someone who had been in our class when we were at school. إذن عندي ثلاثة أزمنة نحددهم, الزمن الأول past continuous و past simple و past perfect. تمام؟ أول حدث بينهم, أول حدث أنها أو أنه كان في صفنا, زمان كان في صفنا. الحدث الثاني أننا كنا نتكلم, كنا نتكلم. والثالث أنها أو أنه أنها ذكرته, إذن زمان كانت في صفنا. ثم كنا نتكلم, قطعت الكلام, ما خلتنيش أكمل كلامي, قطعت الكلام وذكرتها أو ذكرته. تمام؟ إذن هذه ترتيب الأحداث. لماذا استخدمنا في البداية past continuous؟ لأنه حدث لم يكتمل. لماذا لم يكتمل؟ لأنه قطع بذكر شخص ما, mentioned. لماذا had been, كان الباست perfect؟ لأنه أقدم حدث في الأحداث الثلاثة. وهنا while, هنا while بتيجي بمعنى while, هي while معناها بينما, بينما كنا نتكلم. الآن عندي he got wet, تبلل, during his walk, أثناء مشيه, because it was raining, لأنها كانت تمطر, and he had forgotten to take an umbrella. مرة ثانية تعال نرتب الأحداث. إذن he got what, he got wet, تبلل, هذا past simple, وعندي was raining past continuous, وعندي past perfect had forgotten, had forgotten. طيب الحدث الأول أنه نسي أن يحضر معه الشمسية. طيب الحدث الثاني أنه كان يمشي, كان يمشي لكن مشيه لم يكتمل لأنه قوطع بالمطر, هذا رقم ثلاثة. إذن لم يكتمل مشيه, يمكن صار يجري, يمكن ركب تاكسي, لكن هو كان يمشي وأثناء مشي طبيعي مطرت الدنيا, لكن قبل كل هذا هو نسي الأمبريلا. تمام؟ طبعا احنا بنعتمد هنا على ترتيب الأحداث مش على الروابط وبس. يعني أنا عندي بيكوز مش شرط, يعني هي ترتيب أحداث, بنفكر في الجملة على شكل ترتيب أحداث. الجملة الثالثة number three, the day before, في اليوم السابق, يعني yesterday, I had promised to phone him, وعدته أن أتصل به. So I give him a quick call while I was having my breakfast. ترتيب أحداث, أولا أنا وعدته, وبعدين كنت بآكل وقطع أكلي إني ذكرت فاضطريت أعطي اتصال, أتصل به. تمام؟ إذن أولا في البداية أعطيته وعد, لذلك هذا أقدم حدث past perfect. ثم كنت قاعد باكل, لم يكتمل أكلي, انقطع لأني أعطيته اتصال لأني ذكرت أن أوفي بوعدي, to made my word, أو إيش, أنفذ كلمتي.
هنا برضو بنلاحظ انه احنا بنعتمد على ترتيب الاحداث. ترتيب الاحداث. When I went in, لما دخلت, everyone was laughing. كل واحد كان بيضحك. الجميع كان يضحك. لاحظ انه when هنا بدنا نعرف معناها منكم الان. When نعرف معناها منكم الان. طيب. Probably, ربما because someone had just told the joke. لان شخصا ربما قال نكتة للتو. تعال نرتب الاحداث الاول. اول حدث انه انا قبل ما اجي وقبل كل هذا يصير في شخص ما حكى نكتة. وبعدين الكل كان يضحك. هل اكتمل ضحكهم؟ لا. لاني قاطعته بدخولي. اذا واحد شخص ما قال نكتة. Had just told a joke. وثم هم ضحكوا. Everyone was laughing. كل شخص كان يضحك. طبعا everyone بتتعامل معاملة مفرد. Everyone كل شخص تتعامل معاملة مفرد. بعد ذلك أنا قاطعت الضحك ولذلك أجي عندي هذا الترتيب. تمام؟ The day before I had promised. أنا آسف مش هذا مثل. When هنا when I went in. When I went in أجت بمعنى بينما لأنها ربطت بين زمنين. ما هما الزمنين؟ هما الباست continuous والباست simple. تمام؟ Number five, I thought the dog was barking because it had heard someone outside, but there was nobody there. إذا ترتيب الحدث الأول إحنا ما بنعتمد عليه because يا جماعة إحنا بنعتمد على ترتيب الأحداث. أولا هو because it had heard أن الكلب سمع شخصا ما بالخارج. إذا أول حاجة الكلب سمع شخصا ما بالخارج. لذلك الكلب كان يعوي. فطبعا أنا ظننت لما سمعت العواء قاطعت ذلك العواء بظني أن شخصا ما بالخارج. ولكن لم يكن هناك شخص ما. إذا بالأول الكلب كان يعوي. هذا قاد إنه عندي ظنون أثناء عويه. إذا في البداية نبدأ واحد واحد. آسف. الكلب سمع شيئا ما في ظني أنا. الكلب سمع شيئا ما لذلك عوى. هل استمر في العواء ولا هو قاعد بيعوي أنا قطعت العواء وفكرت؟ لا، هو كان يعوي وأنا قطعت العواء وفكرت. إذا ثلاثة أحداث. الأول كان الكلب قد سمع شيئا ما. ثانيا عوى. قاطعت العواء بالظن أن هناك شخص ما. هذا هي الموضوع. بارك الله فيكم. Now let's move to go to what is so called prefix. البريفكس يا جماعة هو بادئة. بادئة يعني مقطع ليس له معنى. نركز على ليس له معنى. ليس له معنى لوحده. هو جزء من الكلام لكن ليس له معنى لوحده. طبعا يعني لو صاحب واحد بصير له معنى. نعم، لو صاحب شيء آخر يصبح له معنى. طيب البريفكس هاي تصادق دائما أو تصاحب دائما كلمة لها معنى. بتصاحب كلمة لها معنى وهي ما لهاش معنى. هي ما لها معنى لكنها تصاحب كلمة لها معنى فتغير معناها. يعني في عندي كلمة تسمى الأصل أو الأساس البيزك أو الروت الجذر. تسمى الأصل بيزك أو الروت. تمام؟ هذا الأصل له معنى لوحده عادي له معنى. هي ليس لها معنى. البريفكس ليس له معنى لوحده. ليس له معنى لوحده ويسميه باوند. يسميه باوند. فبيجي ليس له معنى بصاحب اللي له معنى مصلحة عشان الاثنين يكونوا معنى جديد. فعندي البريفكس هان a prefix which enters the beginning of some words and change their meaning. طبعا بدناش كلمة which. أنا غلطان. المفروض نعطي معلومة سادة. البريفكس هو يدخل بداية بعض الكلمات ويغير معناها. تمام؟ ومثال نيجي على كو. كو واحدة من البريفكسز. adds the meaning of. إذا بتضيف معنى للكلمة اللي دخلت عليها. أول معنى with مع together مع أو المعنى الثاني at the same time في نفس الوقت. إذا كو إلى معنيين. المعنى الأول مع والمعنى الثاني في نفس الوقت وهي بريفكس يدخل في بداية الكلمة. زي الأمثلة اللي عندي زي incidents
incidence معناها حادث، coincidence صارت صدفة، لأنه الآن صار عندي at the same time. هنا الكو هان أجت بمعنى at the same time. لما شغلة تحصل at the same time مرتين بدون تنسيق بدون ترتيب تسمى صدفة. إذن coincidence معناها صدفة. أيضا عندي founder مؤسس، co-founder شريك مؤسس. ليش؟ لأنه أجت بمعنى with أو together. طيب وco-founders مؤسسين، worker worker عامل، co-worker مساعد في العمل أو زميل في العمل، writer كاتب، co-writer كاتب مشارك مش كاتب أساسي، كاتب مشارك، operation عملية جراحية أو تشغيل، cooperation تعاون، pilot طيار، co-pilot مساعد طيار. في نفس الوقت في عندي البرفكس اللي اسمه، طبعا نذكر ثاني بحذف which، البرفكس اللي اسمه miss. هذا المس البرفكس وين مس، هذا مس يدخل على الكلمة فيعطيها معنى جديد، أنها المعنى الجديد له علاقة بإيش؟ لأنه حدث خطأ بالغلط يعني، أو حدث بشكل سيء تم إنجازه بشكل سيء، إما أنه حدث بالخطأ أو أنه حدث بشكل سيء شكل غير مرضي بسود الوجه يعني. ومثال عليه understanding فهم أو تفهم، misunderstanding سوء فهم، take يأخذ، mistake خطأ أو إيش أو يخطئ، خطأ أو يخطئ، behave يتصرف أو يسلك مسلكا، misbehave يسيء التصرف أو يسيء السلوك، use يستخدم، misuse يسيء الاستخدام، hear يسمع، mishear يسمع كلمات غير التي قيلت أو قصدت. يعني لما بتسمع يسمعها بالغلط بتكون الكلمة مش صحيحة اللي سمعها. مثلا واحد قال لك تعال، فأنت سمعته قال لك مثلا سؤال، فأنت بتقول له عندك سؤال، بقول لك عم سؤال إيش، بقول لك تعال. تمام. lead يقود، mislead يضلل أو يخدع. تعال نشوف هذا التمرين اللي بيقول لنا استخدم هاي الكلمات مع إضافة كو أو إضافة مس وثم إدخالها على الجملة. بليز باوز ذا فيديو، وقف الفيديو كالعادة، ثم جاوب التمرين، بعد ذلك ريزيوم ذا فيديو and check your answers, give yourself a mark. تعرفين الكلام هذا. اوكي. She only gets angry. هي فقط تغضب. Gets angry أو get angry يغضب. هي الفعل من angry غضبان. غضبان صفة. و gets angry يغضب. When عندما students misbehave in a class. عندما يسيء الطلاب التصرف داخل الصف. Two. Please keep phone conversations quiet. أرجوك أن تبقي محادثات الهاتف هادئة. To avoid لتجنب disrupting مقاطعة your coworkers مساعدك في العمل، عشان ما تزعجوش مساعدك في العمل. أنتوا الاثنين على مكتب مثلا وهو شغال على الكمبيوتر وأنت بتدردش، يا عمي وطي الصوت، بدكش تشتغل وطي الصوت، أعطي فرصة لزميلك يشتغل. Students sometimes الطلاب أحيانا misuse words that look the same as a word their own language but have a different meaning. الطلاب أحيانا يسيئون استخدام أو يخطئون باستخدام الكلمات التي تبدو نفس الكلمات في لغتهم but لكن لها معنى مختلف. يعني بنصدف إنه كلمة معينة مثلا صوتها في العربي لها صوت في العربي له معنى وفي الإنجليزي له معنى. مش خطر لي مثال على هذا الكلام، بس باليوغوسلافي باللغة اليوغوسلافية كلمة زيت معناها أرنب، وإحنا كلمة زيت عندنا زيت، فأنت ممكن تكون حافظ إنه زيت أرنب وزيت زيت تبعنا، فتخطئ استخدام زيت بزيت. بس أنت بتستخدم اللغة اليوغوسلافية تخطئ تستخدم زيت بمعناها تبعنا مش بمعنى الأرنب.
هاي قصده بالجملة أو هاي توضيح الجملة. Both their names are on the front of the book. اسميهما معا على واجهة الكتاب because لأن they are the co-writer لأنهما co-writers لأنهما الكاتبان المشاركان. I thought ظننت he said he was from Australia ظننت أنه قال أنه من أستراليا but I think I misheard أعتقد أنني سمعت خطأ because he's actually Australian أنه في الواقع okay Number six, I'm sorry. Okay, number six. Cooperation, التعاون. Cooperation often gets bitter. طبعا احنا شايف لاحظة عندي في المثال اللي عندي كان هنا في gets angry أو get angry يعني يصبح غضبانا أو يغضب وهنا gets bitter يصبح أفضل تمام؟ إذا جت بتدخل على كثير من الكلمات وتغير معناها تمام؟ cooperation آسف معلش ثواني آسف أوكي cooperation مش قادر بقدرش أوقف الفيديو وأنا بتكلم يعني طبيعته بخرب إذا وقف التعاون غالبا يصبح يعطي نتائج أفضل results طبعا gets better results يعطي نتائج أفضل than everyone working alone أكثر مما لو عمل كل واحد لوحده to solve a problem في حل المشكلة يبقى التعاون في حل المشكلات أفضل من العمل إيش كل واحد منفردا أفضل من العمل كل واحد منفردا طبعا كلمة أوستريان أنا آسف إيش خربطتها كلمة أوستريان معناها نمساوي معناش أنا كنت بفكر كيف بدي أتذكرها لأنه نسيتها أوستريان نمساوي because he's actually Austrian نمساوي وليس أسترالي okay thank you very much now number seven he flew the plane alone حلق flew جاية من كلمة fly الماضي من flew fly flew flown هو حلق بالطائرة لوحده without a co-pilot بدون طيار مساعد number 8 information in adverts in adverts المعلومات في الإعلان isn't usually or usually ليست عادة untrue غير صحيحة ليست المعلومات في الإعلان مش دائما غير مش دائما غلط but it can mislead people ولكن يمكن أن تخدع الناس and give them the wrong idea وتعطيهم المعلومة الخاطئة thank you very much and see you إن شاء الله later